شو اسمك انت؟ محمد موسى عيسى انت منين انت؟ من درعا، من الكرك، شو طبيعة عملك؟ شو بتشتغل؟ بالجيش السوري الحر، نقيب شو طبيعة عملك؟ تزويد الجيش السوري الحر بالأفراد ودعمهم بالسلاح مين كان هون ممولك واللي عم بيتابع معك؟ عن طريق شخص اسمه عبد من قبل مين هيدا عبد؟ خالد الظاهر وين كنت تلتقي فيه؟ شمال طرابلس. اقتصرت هيك عملك ولا في إلك عمل ميداني تاني عسكري بالأرض؟ لا ما في اليوم بيعطيك المصاري كاش ولا كيف؟ عبر البنك ولا بإيده؟ كاش. شو اسمك؟ ماهر الحسن ربيع. أي اسمك؟ علي صوتك. ماهر الحسن ربيع. شو بتشتغل أنت؟ أنا بشتغل بالجيش السوري الحر. وشو طبيعة عملك أنت؟ مساعد النقيب محمد. مساعد النقيب محمد. هذا الحكي اللي حكاه محمد النقيب، أنت كنت تكون معه وقت كان يتم؟ ايه 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 كنت اكون معه في خلال العمل اللي كان يسوي. طيب انت شو بتطلب من الجيش السوري الحر او من شو بتطلب؟ مش محمد، مش ماهر، محمد. بطلب انه بطلب من الجيش السوري الحر انه يقوم بتحريرنا. نحن يعني لنا معتقلين عنده وبريئين، انت ارتمشت بالجرم، بتطلب انت شو بتحكي للجيش السوري الحر؟ شو بتقول له؟ بطلب منهم انه يحرروا الاسرى اللي ماسكينهم، وهن ما لهم ذنب يعني. ما حبينا نتدخل على اساس صراع بين الاشقاء. نحن صح اخوه لهم، ولكن هن ابناء الوطن بيصطفلوا ببعض. وطلع عبر القنوات متعدده اتهام انه في عناصر من فلان وفلان، تحزيات تنظيمات معينة. هذا ما بيعنينا، نحن عائلة إلى وجودها، إلى علاقاتها، ارتباطاتها بكل التنظيمات السياسية والتنظيمات المقاومة لا سيما، يعني ما بنخفي هذا الأمر. ولكن هذا الشخص المدعو حسان سليم المقداد، مثل ما حكوا أهله على الإعلام، ما له علاقة بأي موضوع سلاح. يعني نحن بنعرفه، نحن جناح عسكري بالعائلة، وبنعرف من عندنا عسكر على سبيل الإحصاء، يعني مش من مصلحة حدا نوصل لهذه المرحلة. نحن بنتمنى، وهذا واضح يعني، ما نفوت على الصراع مع بعض، يصطفلوا هن ببعض. نحن في عندنا هذا الإنسان يفلتوه، وعندهم الوسائل اللي يثبتوا إنه فلان حسان المقداد ما له علاقة بأي موضوع عسكري. أول شغلة نحن